السلام عليكم ورحمة الله الزفلاوي. فيه بعض الناس حاسب روحهم شوية فاهمين وطنيين أكثر من اللزوم، يقول لك مش بيكم فرحانين كي الأمم المتحدة دخلت أو دارت ندوة صحفية وكذا ودخل روحها في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، وراكم تحبوا التدخل الأجنبي وتحبوا إيه. كان بعض الأنذال يهضروا على، ولكن تقول لهم انتم ماكش ما درتوا باش هاد العصابة اللي راكم منبطحين لها باش تكف من انتهاكات حقوق الإنسان. الشعب الجزائري ما عنده حتى حل باستثناء اللجوء للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لأنه يزعج النظام. العصابة واش يزعجها هو أنه ما لجأناش قال فرنسا ولا الامريكان ولا المان، حتى انهم يروحوا يداويو في المان، يداوي فرنسا ويشيروا العقار في فرنسا، يشيتوا الامريكان، ولكن لا، منظمه الامم المتحده يعني ان كولور ان اودور. درك كاين بني رخصون يقول لك ايه وعلاش حقرك بيرمانيا والاخر راهو فلسطين. الور اسمع، دابور حل المشكل ديالك انت باش ما تخمني في بيرمانيا، والقمع اللي راهو صاير في الجزائر اكثر من بيرمانيا. الا هما نهار ضربوهم عطاهم بالقزول نهار واحد، الشعب الجزائري راهو تحت سيطره العصابه منذ سنوات وسنوات. سمعت واللي حل فمه ها عنده العصابه عنده تاعو، يروح ينباطح العصابه، خرجوا ديروا مظاهرات ايدوا العصابه. علاش ما تخرجوش قاعدين في الخفا حاشمي على روحكم؟ يخرجوا ايدوا العصابه، الحراك يخرج نهار الجمعه ثم خرجوا نهار السبت، يا اخي نهار السبت ثاني ما تخدموا، خرجوا ديروا مانيفيستاسيون كبيره وصفقوا لتبون، تقولوا تبون يا تبون وشنقريحه يا شنقريحه. فوالا هذا ما كان، هذه هي الديمقراطيه. وخرجوا ودوك شوفوا كيفاش الصحافه تعبوا دور تيركم تغطيركم. أما احنا الشعب، أي واحد اللي قادر ينقذ البلاد نقوله مرحبا بك، إنه لولا تدخل المحافظة السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة نهار الثلاثة، وهمزة دار لهم فيديو واني حطيته، دار لهم فيديو سبيسيال لهم، لأنه باش محال الندوة الصحفية ما كفاتهمش، فيديو موجه لهم طول ديريكت ما بعثوه لهم، لأنه لولا تدخل الأمم المتحدة تعرف اش كان راه يصرى؟ كان راح يعفسوا في الشعب الجزائري عفيس ما كانش مثلو. نهار الجمعة في نص نهار واحد قبل ما يجيهم الأوامر للشرطة تاعهم، تعرف شحال رفدوا؟ رفدوا أكثر من 300 مواطن في 21 ولاية، من بين موقوفين الأستاذ حميد محمد لامين اللي ضربوه وعذبوه وداوه للمستشفى، كذلك الأستاذة صالحة شاكر من ولاية مسيلة، وشفتوا الفيديوهات اللي نشرتهم تاع ودرهي وتاع غليزان تاع يعني عدة جهات البارح، يعني ديجا قبل ما تجيهم الأوامر في العاصمة الصباح وقفوا 20 مواطن. في البيض 30 مواطن، في مستغانم 50 مواطن، في عنابة 50، في المدية 4، في الجلفة 20، في المسيلة 20، في الشلف 4، في باتنا 4، في تلمسان 3،
في واد سوف 20 مواطن تم توقيفه، في معسكر مواطنين 2، في غليزان 8، في خنشلة 5، في بومرداس 4، في جيجل 4، في سمسيلت مواطن 1، في بشارة 10 مواطنين، في ميلا 20، في النعامة 20، في تيارت 20. شوفوا كل ولايات الوطن يعني خارجة في الحراك. طبعا كل هادو اللي تم إطلاق سراحهم، ما كاش واحد بات في الكوميسارية. وعلاش؟ لو كان ما جاتهمش من فوق من كانوا يطلقوهم، موالفين يطلقوهم يا أخي، زوي بيتوهم ويضربوهم هوب اطلق. الجمعة الجاية زيرو أريستاسيون، صفر توقيف، ما يوقفوش واحد. ونهار الثلاثة تاع الطلبة زيرو أريستاسيون، يوقفوا ياخذوا الخبط. ودايان درك بعد نتكلم لكم على الاتحاد الأوروبي اللي راح يبدأ يطارد المسؤولين على جرائم ضد الإنسانية. من ضمن المسؤولين واللي راح نرفعوا أسمائهم للاتحاد الأوروبي باش يعودوا ممنوع يدخلوا الاتحاد الأوروبي وممنوع يفتحوا حسابات بنكية وممنوع يزاولوا أي تجارة وأي نشاط في الاتحاد الأوروبي، نرفعوا خاصة اسم وزير الدفاع الوطني واسم قائد أركان الجيش باعتبارهم مسؤولين على سكنة عنتر اللي يراهم يعذبوا فيها في الأحرار. نقدرش نسكتوا لهم، يخلصوا وهما ثاني يعودوا يبقوا كل فيران عايشين لها. خلاص الدواء في الألمان وفي السويس، خلاص نغلق لهم البيبان، نغلق عليهم نديرهم في السجن. هذا هو لنا، لأنهم مسؤولين على جرائم التعذيب اللي تمت في سكنة عنتر وما أخذوا حتى إجراء. وبالتالي سترفع قضية التعذيب اللي تمت في عنتر، خاصة الزوج اللي هضروا لحد الآن، درنو سامي درنوني ووليد نقيش، هذو اللي راح نتكلم عليهم، والباقي ستأتي. بعد نتكلم على الاتحاد الأوروبي شراوي يوجد لهم. درك شوفوا باش هما يحبوا يجيبوها قباحة وتاع فايوات، احنا نجيبوها سلمية برك، بالسلمية ونحرش عليهم المنظمة الدولية حتى يرحلوا. يلزم يرحلوا، واش مقاعدهم وعلاش قاعدين؟ واش اللي عاجبهم؟ عاجبهم كي راهم يحقروا في الشارع، حابين يجردونا من الجنسية؟ انا نقول لكم ظروف نهار ثلاثة نتقدم لهم طالب تاع تعليق الجنسية، نعلقها سسبونسيون دو ناسيوناليتي، باسكو il ne me fait pas honneur de partager la même nationalité avec des bandits, des voyous, des kleptomanes et surtout des idiots. Ce sont des idiots. S'ils n'étaient pas idiots, ils n'auraient jamais pensé à un projet de loi irréalisable, contraire aux lois internationales. Voilà. نربيوهم واللي شيتو لهم ربي سهل عليهم. احنا ديمقراطيين، اللي يحب يشيت ما نقولوش لا، لانه الذل والشيتة والرخص في الدم. ما تقدرش تقول واحد بقرار نحيلك، كما الجنسية الجزائرية تكتسب بالدم ماشي بالارض، يعني كان يكتسب بالارض كان بالدم. الجنسية الجزائرية تكتسب بالدم، يعني تورثها من باباك وجدك، ما يقدروش بورقة ينحيوها. نفس الشيء الرخص والذل يتورثوا بالدم، يورثها من أب عن جد، وما نقدروش نحو الرخص والذل الواحد اللي ما غالب عليه. وش راح ندير له؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.